السلام عليكم من تلفزيون سلطنة عمان، نحييكم وهذه أخبار العاشرة. مرحبا بكم. وفي أبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. وزير التجارة والصناعة يلتقي غدا أصحاب الأعمال والتجارة لشرح قرار الحكومة بشأن تحديد قائمة السلع الخاضعة للرقابة. المرحلة المبكرة من الإسلام أبرز مناقشات مؤتمر الدراسات الأباضية الخامس الذي بدأ أعماله في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. نتنياهو يطلب دعم الرئيس الفلسطيني في العثور على الإسرائيليين الثلاثة المفقودين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما. مرسوم السلطاني رقم 32/2014 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطن السريع وطريق الباطن القائم. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعتبر مشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 18/شعبان/1435 هجرية الموافق 16/يونيو/2014 ميلادية. قابوس بن سعيد سلطان عمان. مرسوم سلطاني رقم 33/2014 بالتصديق على اتفاقية للنقل الدولي على الطرق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى اتفاقية للنقل الدولي على الطرق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مسقط بتاريخ 29/الحجة/1434 هجرية الموافق 3/نوفمبر/2013 ميلادية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 18/شعبان/1435 هجرية الموافق 16/يونيو/2014 ميلادية. قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أوليفور راغنر جرامسون رئيس جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته بوافر الصحة والسعادة وللشعب الأيسلندي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
يلتقي معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة غدا مع أصحاب الأعمال والشركات الموردين أو الموردة للمواد الاستهلاكية والموزعين والموردين الرئيسيين للمواد الأخرى بالسلطنة، وذلك لشرح قرار الحكومة الصادر مؤخرا بشأن اقتصار السلع التي ينبغي مراقبتها وأخذ الموافقة على أي زيادات فيها على السلع الواردة في القائمة المعتمدة من مجلس الوزراء. هذا وقد أحدث القرار الصادر مؤخرا حول اقتصار مراقبة بعض السلع وأخذ الموافقة على الزيادات الواردة فيها ردود أفعال متباينة من قبل فئات المجتمع المختلفة. كاميرا الأخبار جالت في عدد من المراكز التجارية في محافظة مسقط لاستطلاع رأي المواطنين حول قرار الحكومة بشأن تحديد قائمة السلع الخاضعة أسعارها للمراقبة. مع نهاية كل شهر يذهب زكريا إلى مراكز التسوق ليقضي حاجيات أسرته من المواد الاستهلاكية، لكنه مع صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق باقتصار الهيئة العامة لحماية المستهلك على مراقبة قائمة تحمل 23 سلعة، فيما تخضع بقية السلع لمظلة العرض والطلب، بات متخوفا من ارتفاع الأسعار. أساسا أنك أنت تتضمن 23 سلعة فقط وتخلي الباقي مثل المواد الكهربائية وعندك القطع الغيار، أتوقع أنه القرار هذا غير صائب، وأتوقع ويعني أتمنى أنهم يعيدوا نظر فيه. مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع القرار متسائلة عن مصير بقية السلع التي تراها ضرورية وتمس حياتهم اليومية كقيمة الأدوية ومواد البناء وقطع الغيار وغيرها. أعتقد أنه ما كان المفروض يكون تحديد للسلع، يعني السوق واسع ومجالاته عديدة والتجار فيه يعني كل بطريقة تفكيره، ولذلك أعتقد أنه ما كان المفروض تحدد. يعني الآن من يقدر ينكر أنه أهمية قطع غيار السيارات أهمية كبيرة جدا، التجهيزات الكهربائية في المنازل أهمية كبيرة جدا، الإسمنت، الحديد. إحنا لا نهول للقرار كثر ما إحنا نبحث عن حلول بديلة، فالحل الأنسب لهذه القرار نبتعد عن التركيز لحماية المستهلك ونبدأ نشتغل على هيئة جديدة مثل حماية المستهلك أو فرع أو مديرية مختصة بالمصانع الأخرى اللي ما تكون هي غذائية. ويرى اقتصاديون بأن تقييد حركة السلع في السوق المحلي له أضراره الاقتصادية على المدى القريب كونه يعطل النشاط التجاري. تباينت الآراء حول قرار تحديد السلع التي ينبغي مراقبتها في الوقت الذي تشهد فيه سلع أخرى ارتفاعا ملحوظا بالرغم من بيعها في الأسواق المجاورة بأسعار أقل. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. هذا وكنا قد أجرينا اتصالا هاتفيا في نشرة سابقة مع مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة خميس بن عبد الله الفارسي، والذي أكد أن القرار متوازن ويحقق مصالح الجميع سواء كانوا مستهلكين أم تجار، وأكد أن هذا الإجراء سيحدث انسيابية في الحصول على السلع وسيمنع الاحتكار في بعض البضائع. تنظر الوزارة للقرار أنه قرار متوازن ويحقق مصالح الجميع سواء كانوا مستهلكين أم تجار. هناك أطر ستأتي أو أتت في الفترة القريبة أيضا ستزيد هذا التوازن وستحقق ما بين سواء المستهلكين وحتى أيضا التجار. هناك أيضا تعديلات جرت في قانون الوكالات التجارية، هذه التعديلات ستبيح أيضا مسألة عملية سهولة الحصول على السلع، انسيابية السلع ذاتها لا يوجد فيها أيضا، قد تمنع أيضا الاحتكارات في بعض السلع والبضائع. المرحلة المبكرة من الإسلام من القرن الأول وحتى القرن الثالث الهجري هي أبرز مناقشات مؤتمر الدراسات الإباضية الخامس الذي افتتح اليوم في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. كما سيناقش المؤتمر الذي يحاضر فيه عدد من المفكرين والمؤرخين من مختلف دول العالم، يناقش تكون المجتمعات الإباضية وحمله العلم في نهاية القرن الثاني والمصادر الإباضية التاريخية
والإسهامات الغربية العلمية في إعادة تركيب التاريخ الأباضي. تمتين الأواصر والمحبة والتواصل الفكري من خلال ما تجسده المدرسة الإباضية، وهي أحد المدارس الفكرية ذات النتاج العلمي والأدبي والتاريخي، كان من أبرز أهداف مؤتمر الفكر الأباضي الخامس والذي أقيم بجامعة كامبريدج البريطانية، التي لها أدوار بارزة في الدراسات العلمية والإسلامية طوال القرون الأربعة الماضية. لا شك أن هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات التي تتم بين العلماء من الشرق ومن الغرب تؤدي إلى نتيجة طبيعية، وهي الانفتاح والتعارف والمعرفة والاعتراف، وكذلك تؤدي إلى فتح آفاق الباحثين. نحن نعتقد أنه هذا مؤتمر مهم جدا في هذا الميدان، ميدان الدراسات الإسلامية في بريطانيا وفي في 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 كل أوروبا. المؤتمر بهذا التواصل الفكري والعلمي يبرز الصورة الحضارية التي يدعو إليها الإسلام من الانفتاح والتلاقي، انطلاقا من رسالته الصالحة لكل زمان ومكان. الاجتماع الذي بدأ في كامبريدج مهم جدا، فهنالك عدة جامعات أوروبية، مثلا في ألمانيا يدرس الإسلام فيها، وهنالك طلاب مسلمون وأساتذة مسلمون أيضا. يركز هذا المؤتمر وهو في صفحته الخامسة على البحث عن المشترك الإنساني ورؤية العالم من حولنا ورؤية العالم لنا وفق منظومة العقل والعدل والأخلاق. الإسلام منذ بدايته هو يمثل دعوة إلى التقارب بين بني البشر جميعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو يخاطب الإنسانية ولا يخاطب فئة معينة من الناس ولا مجموعة ولا قبيلة. الفكر الإباضي الذي يدعو للتسامح والتقارب ورفض كل مظاهر البغض والكراهية يعكس من خلال هذا المؤتمر ما تشكله هذه المؤتمرات في السياق الحضاري العام للدراسات العربية والإسلامية. مؤتمر الفكر الأباضي الخامس يصب عصارة أفكاره لإثرائها بالدراسة والتحليل والأفكار البناءة. من أمام جامعة كامبريدج، يعقوب بن سليمان المعمري، المملكة المتحدة. بمشاركة عسكرية عمانية ترأسها معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، انطلق معرض معدات الدفاع يورو ساتوري لعام 2014 ميلاديا. المعرض الذي يأخذ مكانه في العاصمة الفرنسية باريس يضم أجنحة لعدد من الشركات والدول المشاركة بأحدث التقنيات والأنظمة والمعدات العسكرية التي تنتجها شركات صناعة الدفاع من مختلف دول العالم. وخلال الزيارة يجري معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع عددا من اللقاءات والمباحثات مع معالي وزير الدفاع الفرنسي وكبار المسؤولين العسكريين في جمهورية فرنسا الصديقة. عشرة مكاتب تمثيلية تروج للسلطنة في 21 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. أعلنت ذلك وزارة السياحة موضحة أن الهدف هو التعريف بالمقومات التي تزخر بها السلطنة كوجهة جذب سياحي من الدرجة الأولى تستهوي السياحة من مختلف دول العالم. وستتوزع هذه المكاتب في كافة قارات العالم مستهدفة أغلب الأسواق السياحية المصدرة للسياح. كما تقوم الوزارة حاليا بدراسة استراتيجية عامة لدخول أسواق جديدة مبنية على العديد من المؤشرات التي تعكس تنامي السياح من هذه الدول. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون بمدينة رام الله، تزامنا مع حملة اعتقالات طالت قيادات ونوابا في حركة حماس بينهم رئيس المجلس التشريعي. يأتي ذلك بالتزامن مع اتصال الرئيس الإسرائيلي بنظيره الفلسطيني محمود عباس طالبا منه المساعدة في العثور على المختطفين الإسرائيليين الثلاثة الخميس الماضي.
وطأة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية اشتدت في أعقاب اختفاء 3 مستوطنين، فبكرت إسرائيل من قتل فلسطيني في مخيم الجلازون قرب رام الله خلال مداهمات وتفتيشات طالت معظم المدن الفلسطينية التي اعتقل فيها جيش الاحتلال نحو 50 من قيادات حماس، بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك. صايبتهم هستيريا غير شكل، عبروا على الدار، كسروا ابواب الدار وضربوا قنابل صوت تنتين، فاهم كيف؟ تنتين ضربوا قنابل تنتين على قلب الدار والناس نايمه. هذا على الأرض، فيما بدا الجو أكثر عنفا عبر غارات نفذها طيران الاحتلال على قطاع غزة قاد إلى تدمير عدد من المنازل وكذلك مواقع استهدفت لحركة حماس وإصابة 3 فلسطينيين بجروح. وترافق هذا العدوان مع اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالبا المساعدة في العثور على المختطفين 3، ما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى إدانة جميع أشكال العنف ابتداء من الاختطاف والاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية بما فيها استشهاد فلسطيني. هذا عقاب جماعي، هذا إرهاب دولة منظم. إسرائيل يعني معنية بجرنا إلى هذا المربع للإدعاء بأن المشكلة أمنية وليست سياسية، للتهرب من استحقاقات عملية السلام. إسرائيل هي من أفشلت كل الجهود الدولية. وفي الوقت الذي حذرت فيه حركة حماس من عمليات إبعاد مرتقبة لقيادتها، يدرس المجلس الإسرائيلي المصغر هذا الخيار، فيما الجيش الإسرائيلي يهدد بتوجيه أقصى الضربات لحركة حماس. غارات في قطاع غزة، اعتقالات للنواب الشعب الفلسطيني المنتخبين، هجوم على مقرات الحركات الوطنية، واعتداءات على الناس والسكان، وصلت إلى حد قتل الفلسطينيين. وقتل اليوم صباحا شاب في مخيم الجلازون أثناء اجتياح القوات الإسرائيلية. ما تقوم به إسرائيل ليس سوى عملية قمع وتنكيل جماعي بالشعب الفلسطيني بأسره. جيش الاحتلال يقمع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ورغبة إسرائيلية بالمساعدة للعثور على المستوطنين المختطفين معادلة مقلوبة أساسها أن الأمن للإسرائيليين فقط. أحمد زكي العريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. يلتقي المفاوضون المكلفون بالتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني بفيينا في مهمة شاقة مع اقتراب نهاية المهلة المحددة، فيما لا تزال خلافات عميقة في وجهات النظر قائمة بين إيران والدول الست الكبرى. وتجرى المفاوضات في سياق اتفاق مرحلي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، ويبقى موضوع تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي الذي يسمح انطلاقا من درجة عالية بصنع الوقود لقنبلة ذرية يبقى العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق. تحت رفرفة إعلام بلدانهم يتوجه مفاوضو إيران ومجموعة 5+1 في جولة المفاوضات الحالية وبخطى حثيثة لصياغة بنود اتفاق نهائي بينهما من شأنه إنهاء نحو عقد من الشد والجذب بين الطرفين حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني، سلمي هو أم عسكري. من الواضح أنه لن يكون بالسهل الإعلان خلال هذه الجولة عن اتفاق نهائي، فمسائل مثل تخصيب اليورانيوم ومفاعل أراك وغيرها ما زالت تقف حجر عثرة، إلا أن فرص البدء بصياغات أولية لاتفاق منتظر ليست بعيدة عن الأجواء الراهنة. هذا التعدد في مواضيع ونقاط المفاوضات الشائكة يلقي بظلال من الشك حول إمكانية نجاح جولة المفاوضات الراهنة، والتي افتتحت خلف أبواب مغلقة بالبدء فعليا في الإعلان عن طلائع بنود ومواد الاتفاق التاريخي الذي طال انتظاره. رغم أجواء التفاؤل التي تسود هذه الجولة من المفاوضات، ولكن يجب أن نضع بعض علامات الاستفهام. هل يمكن أن تحقق بالفعل نتيجة إيجابية؟ ربما يكون هذا السؤال مفتوحا حتى نهاية المفاوضات، وخاصة في ظل وجود بعض القضايا العالقة وأخرى شائكة. وزير الخارجية الإيرانية ونظيرته في الاتحاد الأوروبي يديران المفاوضات الراهنة، وكل منهما جاء محملا بملاحظات وانطباعات خرجت بها جلسات التفاوض الإيراني الأسبوع الماضي مع أطراف مجموعة 5+1 في روما وجنيف، كل على حدة. مفاوضات بلا نهاية، انطباع يحاول كلا الجانبين عبر هذه المفاوضات إبعاده عن الأذهان. طارق ظاهر، تلفزيون سلطنة عمان، فيينا.
قتل 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان إثر قصف أصاب منزلا شمال مدينة الفلوجة التي تخضع لسيطرة المسلحين. وقال مصدر طبي في مستشفى الفلوجة إن القتلى قضوا بسبب سقوط قذيفة على منزلهم في حي الجولان شمال الفلوجة. وكثفت القوات الجوية العراقية غاراتها مستهدفة معاقل المسلحين في مناطق تخضع لسيطرة جهات مسلحة من بينها الفلوجة والموصل وسامراء وصلاح الدين بهدف استعادة السيطرة عليها ووقف تقدم المقاتلين. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات جوية لمساعدة الحكومة العراقية في التصدي للمسلحين. هذا ودخلت السفينة الأمريكية ميسا فيردي مياه الخليج وعلى متنها 550 من مشاة البحرية لدعم أي نشاط أمريكي محتمل لمساعدة الحكومة العراقية. السفينة الأمريكية ميسا فيردي ستنضم إلى حاملة الطائرات جورج دبليو بوش التي أمرت وزارة الدفاع الأمريكية السبت الماضي بأن تتحرك إلى المنطقة. قتل 27 شخصا بينهم أطفال في قصف بالبراميل المتفجرة ألقاها الطيران المروحي التابع للقوات السورية على حيين شمال حلب بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن الطيران المروحي قصف مناطق في حي السكري ما تسبب في سقوط 21 شخصا بينهم أطفال، بينما سقط 6 الآخرون في حي الأشرفية شمال حلب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. 50 منزلا في ولاية الخابورة معرضة لخطر الانهيار بسبب المد البحري. تجوال عمان للخيول 2014، الخميس بعد أخبار 10 مساء، ويعاد الجمعة بعد أخبار 2 ظهرا. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. وزير التجارة والصناعة يلتقي غدا أصحاب الأعمال والتجارة لشرح قرار الحكومة بشأن تحديد قائمة السلع الخاضعة للرقابة. المرحلة المبكرة من الإسلام أبرز مناقشات مؤتمر الدراسات الإباضية الخامس الذي بدأ أعماله في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. نتنياهو يطلب دعم الرئيس الفلسطيني في العثور على الإسرائيليين 3 المفقودين في الضفة الغربية. تطويرا لأداء وعمل الكادر الأكاديمي بجامعة السلطان قابوس، اعتمد مجلس الجامعة لائحة الترقية الأكاديمية للعام 2014 مع بعض التعديلات. ويأتي هذا الإجراء من مجلس الجامعة بهدف مواكبة التغيرات الإدارية والمالية والتنفيذية والتشريعية في مختلف المجالات، ورغبة منه في تأسيس سبل تطوير وتحديث أداء الجامعة العلمي والعملي والإداري والمالي. وقد استضافت الجامعة في المرحلة الماضية فريقا دوليا لمراجعة لائحة الترقيات من حيث توافقها مع اللوائح العالمية والوضع الراهن والتوجه المستقبلي. ترأست الاجتماع معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي ورئيسة مجلس جامعة السلطان قابوس.
حصلت السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية على جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثالثة، وذلك عن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي. وتكرم جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي المشاريع الإنسانية الحكومية الرائدة لدول المجلس، كما تسلط الضوء على مشاريع الخير الخليجية ودورها في بناء المجتمعات الإنسانية ومساهمتها في زيادة الروابط بين أفراد دول المجلس من خلال تعميق التواصل والتعاون الإنساني لخدمة أصحاب الحاجات في شتى بقاع العالم. أكثر من 50 منزلا بولاية الخابورة معرضة لخطر الانهيار بسبب المد البحري وتوالي ضربات الموج. المواطنون يتساءلون عن أسباب تأخر التعويضات المقررة لهم، خاصة وأن تلك المنازل تدخل ضمن تعويضات طريق الباطنة الساحلي. كاميرا الأخبار زارت منطقة قصبية الحواسنة بولاية الخابورة وعادت بالتقرير الآتي. بين تعويضات الطريق الساحلي ومد البحر الذي يخترق بيوتهم، يقف سكان منطقة قصبية الحواسنة بولاية الخابورة وغيرها من المناطق المحاذية لهذا الساحل حائرين بعد أن تأخرت معاملاتهم الإسكانية والبلدية. كما تشاهدون أن موج البحر عالي كثير ومؤثر على المواطنين في منازلهم، وربما يكون يقضوا كثير من الليالي وهم غير يعني خايفين من ما يحصل لهم يعني ولأسرهم. احنا بالحقيقة اجتمعنا مع المسؤولين اصحاب القرار عدة مرات، ولكن لم يتم عمل اي شيء في هذا الموضوع. احنا عندنا اطفال، عندنا نسوان، عندنا ايتام، وين بيصير عن اختاروا حق الوادم هنيها من وين هم يبوا اختاروا لهم، ولا ما يبوا شروانا، احنا عقونا بحر هناك مع الشارع. هذا الكلام ما صحيح، هذا الكلام ساعدونا الله ساعدكم. ثلاث ايام هايج الموج، والان دخل لنا في بيوتنا وانقطع تيار الكهرباء علينا، والحين ثلاث ايام الكهرباء كل ما ينقلوا الحطب هذا يردوا ساند، الامواج تابعه للبيوت، والان بيوتنا تاثرت والبيوت فيه عوائل. هذا البيت الحين هم فيه 18 نفر، وين يروحوا؟ وين يسيروا؟ يعني الحين احنا نطلب من الله ومن الحكومة يشلونا مني بالعقل، يعني يعقلوا علينا. هكذا يبدو المشهد هنا. المساكن والمساجد والمحلات لم يعد يفصلها عن البحر شيء يذكر. فماء البحر يتنزه هنا بين أزقة وحواري البلدة، مانعا الأهالي حتى من الخروج لقضاء احتياجاتهم اليومية في كثير من الأحيان. هذا مسجد نصلح فيه، لكن ما نحس على الله لنطلع من داخل من المسجد هذا. مكيفات بطلناها من يب الغربي، كان لنا من تحت باحشنا كله. حتى ونصلي كأنه تقول خايفانين. شوف حالتنا، لا بقى لنا بحر، ولا بقى لنا بيت، ولا بقى لنا زين، ولا بقى لنا شين. بحر دشالكم البيوت. دشالنا نعم البيوت، ودشالنا دخل مطابخنا، دشالنا دخل حجرنا. ومع الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير المسكن الملائم للمواطنين في مختلف محافظات السلطنة وإعلانها عن تعويضات المنازل المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي، لم يعد أمام هؤلاء الأهالي سوى الحث بتعجيل صرف هذه التعويضات أو سرعة التدخل من الجهات المعنية بتوفير مساكن مؤقتة لهم ولأسرهم لحين إتمام إجراءات تسليمهم ملكيات منازلهم الجديدة التي لا تزال هي الأخرى في طور التشييد منذ سنوات. احنا نطالب من 2011 مخاطبات رسمية لوزارة الإسكان وللجنة العليا قبل شطبها لتخطيط المدن، وزارة الإسكان كل مرة تقولنا أسبوع القادم وأسبوع اللي بعده. ليه ما الآن؟ احنا التعويضات وزارة البلديات جزاها الله خير التعويضات موجودة، لكن وزارة الإسكان لا أعطتنا أراضي ولا أعطت حتى مخطط. ما حصلنا مخطط، وجدنا أنفسنا برا عن المخطط. احنا صيادين تقريبا 55 منزل في الخط الأول والثاني والثالث، ما وجدنا لا خط أول ولا ثاني ولا ثالث، حتى مخطط ما موجودين. الجهات الحكومية بدورها وقفت على هذه المنازل المتهالكة بعد أن زارتها تباعا مجموعة من اللجان من مختلف المؤسسات، خلصت إلى أن يقوم المواطن باستئجار منزل في ولايته على أن تتكفل الجهة المعنية بدفع مبلغ الإيجار الشهري. إلا أن هذا الإجراء كما يذهب بعض المواطنين والمسؤولين غير مجد لعدم توفر منازل كافية للإيجار في هذه الولاية.
وين اروح؟ وين يروح المواطن؟ انا ابي يتوجه اي مسؤول ويقول يا مواطن هذا بيت الاجار والحكومه بادره جزاهم الله خير يعني قالوا في اجار بتدفع، لكن وين يروح؟ ما في بيوت للاجار. يعني هل الحكومه تقبل يطيح البيت يهدم على المواطن؟ هل الحكومه تقبل المسجد يتهدم على المواطن وهو يصلي؟ هذا ما اعتقد، صاحب الجلاله ما يرضاها ابدا ولا يتقبلها ابدا، ولا ذخر ذخيره ولا بخل على المواطن، كل شيء قايم، كل مساعداته قايمة، جزاه الله خير، الله يطول لي في عمره، ولكن تقصير من بعض المسؤولين وليس أقول المسؤولين كلهم، ومن بعض الوزارات وليس أقول الوزارات كلها. اتفق الجميع على أن يستأجر الأخوة قاطني هذه المنطقة بيوت في مكان آخر مع تولي الحكومة لدفع الإيجارات، ولكن الحقيقة هناك تحديات كثيرة واجهت الأخوة المواطنين، منها عدم وجود الوحدات السكنية التي تفي لهم بالغرض. الأمر الآخر إذا كان الاستئجار سيكون في مكان أبعد من مساكنهم، وبالتالي يؤدي لهم أتعاب أخرى، البعد عن مساكنهم، البعد عن قواربهم، البعد عن مكان رزقهم. وهكذا تركت كاميرا الأخبار المواطنين في بلدة قصبية الحواسنة، والأمل يحدوهم في إيجاد تدخل سريع وعاجل في ظل هذا الوضع الذي لا يحتمل التأخير. وكان معنا في نشرة سابقة حسن بن سليمان السالمي مدير عام الإسكان بمحافظة شمال الباطنة، والذي أكد أن وزارة الإسكان انتهت من إعادة التخطيط في المنطقة لإيجاد آلية لاستيعاب المتضررين وتعويضهم، إلا أن استيعاب هذا العدد هو ما يؤخر التنفيذ النهائي، مشيرا إلى أن الوزارة لديها الحلول السريعة العاجلة لتلبية مطالب المواطنين المتضررين. البيوت الجديدة ما زالت تحت الإنشاء، الأراضي تم توفيرها، بس مشكلة المنطقة محصورة جدا. احنا تقريبا خلصنا من إعادة التخطيط، لكن استيعاب العدد هو المشكلة الكبيرة. نبحث عن المواقع القريبة من البحر لهم حسب المتوفى. أصحاب العلاقة ما زالوا يبحثون عن مواقع قريبة من البحر وندرتها، نحن نعرفها، لكن إيجاد الحل لحد ما نعطيهم الأراضي وهذا، أنا أفضل أنهم يبحثوا عن أراضي حتى لو تبعد شوي بسيطة عن مواقع البحر. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع زميل سامي بن سليمان أولاد ثاني. السلام عليكم مشاهدينا، هذه أخبارنا الاقتصادية ومن أبرزها: وفق أحدث تقارير شركات متخصصة، ارتفاع نسبة الطلب على التملك والتأجير في سوق العقارات السكنية بمسقط. استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في القطاع العقاري يثمر عن ارتفاع نسبة الطلب على التملك والتأجير في سوق العقارات السكنية بمحافظة مسقط. هذا ما جاء وفق أحدث تقارير شركات متخصصة في مجال الاستشارات العقارية. توجهات السلطنة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في القطاع العقاري أثمرت عن وجود طلب متزايد على التملك والتأجير في سوق العقارات السكنية بمسقط، الأمر الذي رافقه ارتفاع مستوى إيجاد فرص عمل جديدة، لا سيما مع تركيز البائعين والمستأجرين على المشاريع ذات الجودة العالية وتزايد الطلب على شراء العقارات السكنية المكتملة التي تتوفر فيها الخدمات الأساسية والترفيهية. السلطنة وما تتميز به من مناخ اقتصادي استثماري وأجواء سياسية آمنة وحوافز حكومية، بالإضافة إلى المواقع الجغرافية المتميزة، جميعها عوامل أسهمت في جذب المستثمرين، مما شكل دفعة أقوى لعجلة الاقتصاد العماني، حيث يؤكد المستثمرون على قدرة السوق في استيعاب المزيد من المشاريع السكنية. الأرقام الصادرة من الشركات المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية أكدت على وجود تحسن في مؤشرات الطلب على تأجير الوحدات السكنية بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الوظائف المقترن باستثمارات حكومية ضخمة في البنية الأساسية للنقل والطاقة.
في ثاني جلساته وبعد أن شهد عمليات شراء من قبل المستثمرين، أغلق مؤشر سوق مسقط جلسة تعاملات اليوم على ارتفاع بمقدار 18 نقطة بإجمالي تداول جاوز 5 ملايين ريال عماني بعد تداول أكثر من 14 مليون سهم. شهد سوق مسقط للأوراق المالية عمليات شراء منظمة على بعض الأسهم في القطاعات الثلاثة الرئيسية، خاصة أسهم القطاع المالي، إلا أن أحجام وقيم التداول لا تزال تشهد هدوءا بانتظار أن تأتي السيولة من بعد إدراج الاكتتابين الباطنة والسواد للطاقة. هناك بعض الأسهم التي تم التركيز عليها في الشراء من خلال كمثل أسهم بنك سحار وأسهم شركة عمانية اتصالات. على صعيد الاستثمار المحلي وغير العماني، المستثمرون المحليون اتجهوا نحو عمليات الشراء أكثر من عمليات البيع، بلغت نسبة شرائهم 86% مقابل 82% نسبة بيع المستثمرين والمؤسسات المحلية. أما المستثمرون غير العمانيين بلغت قيمة شرائهم 706,000 ريال عماني، وقيمة بيع غير العمانيين 889,000 ريال عماني. ونتوقع أن تستمر الحركة في شراء خلال لباقي جلسات هذا الأسبوع، وبخاصة إذا ما تم الإعلان عن نسبة التخصيص من الشركتين المكتتبين بهما من الأيام الماضية الباطنة للطاقة والسواد للطاقة. ركز المستثمرون في تعاملاتهم اليوم على أسهم بنك سحار والخليجية لخدمات الاستثمار وبنك العز الإسلامي، وارتفعت مع نهاية جلسة اليوم أسعار أسهم 19 شركة أبرزها عمان والإمارات القابضة والدولية للاستثمارات المالية، وتراجعت 3 شركات أبرزها تكافل عمان للتأمين وسيمكورب صلالة. لا توجد علاقة تربط سوق مسقط بالأسواق المحيطة المجاورة، هذا يعكس ثقة المستثمر في السوق والنظرة الإيجابية المستقبلية، حيث أن سوق مسقط لم يطرأ عليه أي تذبذبات حادة في حركة تداولاته خلال الفترة الماضية بالمقارنة مع الأسواق المجاورة. لتلفزيون سلطنة عمان، سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط للأوراق المالية. شهد الإجمالي العام لكميات صيد الأسماك الحرفي والساحلي والتجاري المزالة في أسواق الأسماك بالسلطنة استقرارا بوجه عام خلال شهر إبريل الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وكشف التقرير الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع إجمالي كمية الصيد الحرفي المسجل بنهاية إبريل من العام الجاري بنسبة بلغت 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهد إجمالي الصيد الساحلي في هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 8.8% ليصل إلى حوالي 1270 طنا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق والبالغة 1390 طنا. كما يشير التقرير أن محافظتي شمال وجنوب الشرقية تصدرتا محافظات السلطنة من حيث كمية الصيد الحرفي المنزلة في الأسواق خلال هذا العام بحجم 18,900 طن مقارنة بالفترة المسجلة في العام السابق والبالغة حوالي 20,300 طن. أعلنت شركة غازبروم الروسية وقف ضخ الغاز لأوكرانيا بعد فشل كييف في دفع فواتير مشتريات غاز سابقة في موعد نهائي حددته الشركة الروسية. وقالت كييف إن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا أوقفت ويتم فقط إرسال الكميات المطلوبة للوصول إلى دول أوروبية، وإن أوكرانيا ستضمن إمدادات الغاز إلى أوروبا. هذا وقد بلغت ديون أوكرانيا المستحقة 4.5 مليار دولار، كما أنه من المتوقع أن يؤثر سلبا على إمدادات الغاز الروسي في أوروبا. مشاهدينا، نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة الآن إلى الزملاء وما تبقى من هذه النشرة. تزخر ولاية محوت في محافظة الوسطى بموارد طبيعية متنوعة من ضمنها الملح الذي يتميز بجودته الغذائية العالية.
كاميرا الأخبار تجولت في شواطئ الولاية ورصدت مراحل استخراج الملح. الملح مادة غذائية لا غنى عنها، فلا يخلو بيت من مادة ملح الطعام، هذا إلى جانب دخوله في الكثير من الاستخدامات الصناعية والدوائية وغيرها. في ولاية محوت لا زال استخراج الملح من البحر قائما حتى يومنا هذا، فهذه المساحة البيضاء على امتدادها الواسع هي أول ما يلفت نظرك وأنت في طريقك إلى مرفأ شن البحري بولاية محوت. قد يوحي المنظر في بدايته عن طبقات من الجليد حتى تقترب من الموقع وتكتشف أكواما من الملح جرى تجميعها يدويا. الملح طال عمرك من يمزر بحر فوق 7 أيام يكون بحر يعني طالع فوق، ومن ينزل بحر في 7 أيام ألا 7 أيام عنده مثل ما تقول بحر قازة نازل تحت يتكون منه ملح وناس يشتغلون فيه. يبدأ تجمع الملح خلال الأشهر الممتدة من شهر إبريل وحتى نهاية يونيو، حيث يرتفع منسوب البحر في هذه الخيران لينحسر الماء تاركا طبقات من الملح يتم تعبئتها يدويا في أكياس تقدر بالآلاف خلال الموسم الواحد. ويأخذ الملح الذي يتم تجميعه طريقه إلى الأسواق المحلية والمصانع ليدخل في الكثير من الاستخدامات اليومية. خيرات البحر كثيرة ومتنوعة، والملح على شاطئ محوت من الثروات الطبيعية التي يجود بها البحر. سعيد بن ذيب الهنائي من محافظة الوسطى ولاية محوت. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. وزير التجارة والصناعة يلتقي غدا أصحاب الأعمال والتجار لشرح قرار الحكومة بشأن تحديد قائمة السلع الخاضعة للرقابة. المرحلة المبكرة من الإسلام أبرز مناقشات مؤتمر الدراسات الإباضية الخامس الذي بدأ أعماله في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. نتنياهو يطلب دعم الرئيس الفلسطيني في العثور على الإسرائيليين الثلاثة المفقودين في الضفة الغربية. انتهت النشرة، تحيه لكم وفي أمان الله. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا بكم مع أحوال الطقس. نشطت الرياح الشمالية الغربية هذين اليومين على أجواء المحافظات الواقعة غرب جبال الحجر مثل ما نشاهد في هذا النموذج، وامتدت لاحقا إلى أجواء محافظة الوسطى وكذلك شمال محافظة ظفار، خصوصا يوم أمس كان تأثيرها ملحوظا هذه الرياح النشطة من خلال إثارة الأتربة والغبار في المناطق المكشوفة، المناطق الصحراوية
في أجزاء من هذه المحافظات، وبالتالي تسببت أيضا في انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. محطة رصد في ولاية عبري سجلت يوم أمس نشاط للرياح تراوح ما بين 20 إلى 30 عقدة، وهبات للرياح أيضا بلغت 40 عقدة أحيانا، والرؤية الأفقية تدنت حتى مستوى 4000 متر في ولاية عبري. بعض الصور الجوية الخاصة برصد حركة الأتربة والغبار توضح لنا أيضا نشاط هذه الكتلة من الغبار وتحركها باتجاه محافظة الوسطى وشمال محافظة ظفار وعلى المناطق الساحلية أيضا. بعض السحب العالية كانت حاضرة مساء يوم أمس من خلال تدفق من بحر العرب على سواحل مناطق الساحلية الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. الجدير بالذكر بأن نشاط هذه الرياح بدأ بالتراجع تدريجيا هذا اليوم، وكذلك شهدت بعض من هذه المحافظات أجواء مغبرة ولكن بحدة أقل من يوم أمس، ومن المحتمل أن تتراجع خلال قادم الأيام. آخر الصور الجوية توضح لنا خلو أجواء معظم أرجاء السلطنة من السحب، عدا بعض السحب العالية والمتوسطة المتدفقة هنا من مياه بحر العرب، وأجواء مستقرة عموما في معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية، ونلاحظ نشاط بعض السحب هنا بالقرب من السواحل الغربية شمال شبه القارة الهندية. الرياح تستمر جنوبية غربية إلى جنوبية على ساحل جنوب الشرقي للبلاد معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ورياح شمالية غربية إلى غربية تهب على شمال محافظة ظفار وأجواء محافظة الوسطى قد تثير الأتربة والغبار أحيانا. بحر هائج الموج على ساحل جنوب الشرقي للبلاد يصل أقصى ارتفاعا له 3.5 أمتار، ورطوبة نسبية تصل أحيانا 95%. الرياح غربية على سواحل محافظة مسندم وجنوبية غربية غرب جبال الحجر معتدلة السرعة، والبحر يبقى متوسط موج إلى 2 متر على سواحل محافظة مسندم. رياح شمالية غربية إلى شمالية تهب على سواحل بحر عمان معتدلة السرعة، والبحر يبقى متوسط الموج يصل أقصى ارتفاعا له 1.5 متر. أجواء مشمسة غدا في مسقط، درجات الحرارة تصل عند 40 درجة مئوية في أجواء العاصمة مسقط غدا. على المناطق الجبلية هنا شرق جبال الحجر درجات الحرارة حول منتصف الأربعينات مع أجواء مشمسة، وتبقى الأجواء مشمسة كذلك في صحار مع درجات حرارة تبقى حول منتصف الثلاثينات، تتعدى 40 درجة عند مطلع الأربعينات هنا في محافظة مسندم، خاصة 42 درجة مئوية مع أجواء مشمسة. في محافظة شمال الشرقية تبقى درجات الحرارة حول منتصف الأربعينات مع أجواء مشمسة، وتسطع الشمس في نزوة درجة الحرارة 45 درجة 23 في جبل شمس، وتتعدى منتصف الأربعينات بقليل في عبري مع هبوب الرياح الغربية 47 العظمى غدا، و45 في البريمي، مع فرصة أيضا لأجواء مغبرة نسبيا في أجزاء من هاتين المحافظتين. على سواحل محافظة ظفار تستمر أيضا تواجد السحب المتفرقة درجة حرارة 32 في صلالة 43 في ثمريت، أجواء مشمسة لمغبرة نسبيا هنا في هيمة غدا، ودرجات حرارة حول منتصف الأربعينات. سواحل محافظة جنوب الشرقية تشهد تدفقا للسحب وتواجدا لبعض السحب المتفرقة 38 العظمى غدا في مصيرة، وحول منتصف الثلاثينات في صور مع أجواء غائمة جزئيا من خلال تدفق السحب على سواحل ولاية صور. أترككم الآن مع تفاصيل باقي أجواء ولايات السلطنة لنهار الغد. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.